أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام في فيديو جديد. نتمنى أن تستفيدوا من قناتنا، ولا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس. وللمزيد من المقالات والمعلومات المرجو زيارة موقعنا عبر الرابط الموجود في صندوق الوصف. من الجيد دائما السماح لأجسادنا بالراحة، في حين أن الحصول على قسط كاف من الراحة يوميا هو جزء من هذه العملية، إلا أنه ليس كل ما في الأمر. لا يضمن النوم لمدة 8 ساعات في اليوم أن تكون أعضاؤنا الداخلية صحية كما ينبغي أن تكون وتعمل كما نتوقع منها. أحد الخيارات لمساعدة هذه الأعضاء على الراحة والانتعاش هو إجراء التخلص من السموم، بحيث تقوم بتنظيفها والتأكد من أنها لا تتعرض للقصف المستمر بالسموم والمواد الكيميائية الضارة. طرق إزالة السموم من كل أعضاء الجسم. البنكرياس، العضو المهم في عملية الهضم هو البنكرياس، يصنع الأنسولين ويطلقه في مجرى الدم. يعمل هذا على التحكم في مستويات السكر في الدم وتجنب أي حالات نقص السكر أو فرطه في الدم. لإزالة السموم من البنكرياس، ابدأ يومك بعصير الفاكهة الطازجة، يعد الليمون خيارا جيدا، لكن الفاكهة الاستوائية مثل الأناناس والبابايا رائعة أيضا. تناول الخضروات ذات الأوراق الخضراء مثل السبانخ والخردل. الخردل سيزيد من مستويات فيتامين ب مما يؤدي إلى تحسين صحتك. لتصفية الفضلات والسموم من الجسم، لا توجد أعضاء أهم من الكليتين، بحيث تحول ما لا يحتاجه الجسم إلى بول من أجل التخلص منه. مرة أخرى، الفاكهة هي الإجابة عن إزالة السموم في شكل صلب أو سائل. نوصي بأي نوع من الفاكهة الطازجة أو عصير الفاكهة الطازج مع البقدونس واللفت كدعم إضافي للتخلص من هذه السموم. بينما تقوم الكليتان بتحويل السموم إلى سوائل، فإن الأمعاء توفر المسار لما يتبقى بعد امتصاص الجسم من الفيتامينات والمعادن المهمة. تحدث الغالبية العظمى من هذا الامتصاص في الأمعاء الدقيقة. لطرد السموم من الأمعاء يوصي العديد من الناس بطريقة بسيطة: شرب عصير التفاح أو الماء وترك الأمعاء تستريح. من الضروري أيضا إجراء عملية تطهير تقليدية تتضمن القولون. بعض الأطعمة التي ندرجها في تطهير القولون هذا هي التفاح والبروكلي والشاي الأخضر والأفوكادو. الكبد والمرارة، يعمل الكبد والمرارة مع بعضهما البعض. يقوم الكبد بتفتيت المواد حتى يتمكن الجسم من استخدامها وإنتاج الصفراء التي يتم تخزينها في المرارة. تساعد هذه الصفراء في المرارة الجسم على التعامل مع المواد الدهنية. عندما يكون هناك خطأ ما في الكبد أو المرارة، فمن الطبيعي أن يكون هذا ملحوظ جدا. يجب الحفاظ على صحة هذين العضوين وتشغيلهما بأقصى قدر من الكفاءة. يساعد تناول كمية من الثوم والجزر والخضروات ذات الأوراق الخضراء والملفوف على إزالة هذه السموم من الكبد. ستسمح لك الحميضات وزيت الزيتون والكثير من الماء بإزالتها أيضا. إذا لم تكن متأكدا مما إذا كنت حقا بحاجة إلى التخلص من السموم، ألق نظرة على مدى شعورك الآن. هل تشعر بالخمول والاكتئاب؟ هل لديك مشكلة في التركيز؟ هل تكتسب وزنا دائما؟ إذا أجبت بنعم على أي من هذه الأسئلة، فقد يكون من الجيد بدء برنامج للتخلص من السموم.